بجد والله بيدوروا على كارلوس كروش ومش لاقينه. هو الراجل كان عامل حسابه ان احنا هنلاعب غينيا او سيراليون، بس يا عيني لما سمع ان كوت ديفوار الراجل هاج وساب لهم المعسكر. بيقول لك النني لما عرف ان هو يقابل فرانك كيسيه ساب المعسكر وقعد يجري. قاعدين يدوروا عليه دلوقتي ويقولوا له استهدى بالله يا نني. محمد الشناوي بيقول لهم انا عندي اصابه ومش هقدر العب. مش عارف انا العيال اللي شمتنا في ان الجزائر خسرت دي، ده احنا هيتعمل معانا الجلاش الماتش الجاي. انا نفسي اعرف العيال دي فرحانه ليه. لو حد فيهم يعني فرحان وموجود عندنا هنا يقول لي انا فرحان ليه، عشان انا الفرقه كلها بتاعتنا مقلقه والحاله ضنك، وربنا يستر ونلحق نلاقي كارلوس كروش قبل ما يكون خد الطاقه. ما تزعلش من حوار المقدمه ده، الموضوع عندنا هنا في مصر قالب بجد والله من ساعه ما عرفنا ان احنا لعب كوت ديفوار. بجد احنا كنا جايين عاملين حسابنا ان الجزائر هي اللي هتكسب، كنت جاي عامل حساب ان الجزائر اللي تكسب، وكنت بتمنى الناحيه الثانيه ان غينيا الاستوائيه او سيراليون تكسب. غينيا الاستوائيه تقريبا كسبت والجزائر غلبت من كوت ديفوار. احنا دلوقتي هنلاعب منتخب كوت ديفوار، يعني انا زعلان على الجزائر النهارده وزعلان عليها الماتش الجاي. انا هيحصل معايا الغلط الماتش الجاي يا باشا، ده انا ماشي بنور الله. يعني انا كسبت السودان امبارح بعك، هلعب قدام كوت ديفوار دي ازاي؟ تخيل انت كوت ديفوار، احنا بنقول ان هم ما عندهمش مدير فني، الفرقه دي ما عندهاش مدير فني، جايبين مدير فني بمال، ده مدير فني على قده خالص. الراجل كل شغلته ان هو كان شغال مع المدير الفني للمنتخب السعودي حاليا هيرفي نار مساعد. الراجل جابوه مسكوه الفرقه، يعني القصه مش قصه مدير فني ولا تكتيك ولا له علاقه بحوار المدير الفني ولا التكتيك خالص. بس الشهاده لله اللعيبه الافارقه عندهم ميزات اكبر من اللي عند اللعيبه العرب بكتير. اللعيب الافريقي بيتكيف مع اي جو، لا بالصلاه على النبي ارميني في ملعب طيني، ملعب سيء، ارميني في اجواء سيئه، ارميني في اي حاجه شغال شغال وما بقولش لا. انما اللعيب العربي انا عايز نجيله طبيعيه، ويا ريت يعني يكون كده جو بالليل شويه، ويا ريت يعني يكون الطقس مظبوط شويه عشان خاطر العب كوره. فالمشكلة عندي في اللعيب العربي هي العقلية دي، اللي هو مفترض ان لعيبة لما بتروح تلعب في اوروبا بقى بتيجي تتعود على اي اجواء، لا بالعكس ما بيتعودوش على اي اجواء. فالمنتخب الجزائري موضوع الاجواء فرقت معاه جدا 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 جدا، موضوع الملاعب فرق معاه جدا جدا جدا، موضوع سوء التوفيق فرق معاه قوي، اللي هو رياض محرز بيجيله ضربة جزاء وبيضيع. طب ماشي، اتكلمنا الشوط الاول على رامز زروكي وسعيد بالرحمه. وجود سعيد بالرحمه النهارده كان بالنسبه لي مفاجاه، لان سعيد بالرحمه ماشي ممكن تكون انت حاطه كمدير فني في التشكيل الاساسي تمام، انما مفاجاه بقى في ايه؟ ان سعيد بالرحمه الماتشات اللي انت بتلعب فيها قدام فرقه كبيره مفترض انك تروح تعمل واجبات دفاعيه، وانت واجباتك الدفاعيه بسم الله ما شاء الله ما بتعملهاش، والباك اللي وراك اللي مفترض ان هو بيساندك في الواجبات دي اللي هو لعيب زي رامي السبعيني ما بيعملش برده واجبات دفاعيه كويسه. ففرانك كيسي دخل من ورا الاثنين وحط الهدف الاول. بعد الهدف الاول منتخب الجزائر ما جاش، لو منتخب الجزائر كان لسه بيحاول يخش في الجيم، اول ما الهدف الاول ما جه خلاص الموضوع انتهى، اللي هو خلاص يعني منتخب الجزائر خلاص واضح ان الموضوع بقى صعب. انا كنت بتكلم في حته ان الحكم كان ممكن يدي انذار تاني لسايمون المساك بتاع المنتخب الكوت ديفوار، ده كانت وجهه نظري انا، كنت شايف ان الولد عامل فاولين ورا بعض ممكن ياخد انذارين فيهم ويطلع. بس بصراحه ما شفتش المنتخب الجزائري جه، يعني المنتخب الجزائري كان سيء جدا جدا للامانه الشوط الاول، وحتى الشوط الثاني اول تغييرتين اتمنيت ان السيد جمال بن ماضي يعملهم هو ان هو يطلع بالرحمه ويطلع رامي الزروكي، لقيت ان هو فعلا طلع سعيد بالرحمه اول تغييره. ثاني بس عشان الموبايل تقريبا مش عاجبه اي حاجه من اللي حصلت النهارده، زيه زي حالاتي. سعيد بالرحمه طلع اول تغييره ونزل مكانه اسلام سليماني. ايه بقى المشكله بقى؟ ما كانتش في 4 4 2، المشكله كانت ان انت ما عندكش نص ملعب، نص ملعبك كان ضايع خالص. رامي الزروكي كان سيء جدا وما جاش حرفيا، كان سيء جدا جدا جدا. واسماعيل بن ناصر برده للامانه برده ما قدمش مستوى واو. فاسماعيل بن ناصر لقينا ان هو بيتغير ثاني تغييره وبينزل مكانه سفيان بن دبكه، وبينزل سين ابراهيمي مكان بغداد بنجاح، وبعدها في الدقيقه 80 فريد بولايه نزل مكان يوسف بلايلي. وفي ظل كل ده بقى منتخب الجزائر جاله ضربه جزاء لرياض محرز ورياض ضيعها. ونيكولاس بيبي عمل ماتش عمره النهارده، يعني بيبي عمل اسيست وجاب جون. نيكولاس بيبي بتاع ارسنال اللي هو ده بيبي بجد، هو ده بيبي بجد. وكريستيان هالر اللي انا قاعد اقول يا جماعه ما نسيبش المساحات لكريستيان هالر ولا نيكولاس بيبي، ما نسيبش المساحات لكريستيان هالر ولا نيكولاس بيبي. يا جماعه سجلات ماتشات الجزائر وكوت ديفوار ما بتقولش ان المنتخب الجزائري ليه تفوق كاسح. يا جماعه الماتش صعب، يا جماعه الماتش صعب، بس الناس كانت بتزعل من الكلام ده، تقول لك اتركونا اخطونا، اللي هو اتركونا اخطونا مين؟ ما انت لبستني دلوقتي يا باشا في كوت ديفوار، يعني اتركك واخطوك مين؟ انت كده كده يعني انت لبستني، انا كنت جاي متعشم فيك ومتعشم في ربنا انك تطلع كسبان النهارده، انت النهارده خسرت وطلعت من البطوله وانا هخسر وراك وهطلع من البطوله، اللي هو يعني بسم الله ما شاء الله الصعصعه ايه؟ يعني منتخب الجزائر عطاهولنا بصراحه، يعني لبسنا في منتخب كوت ديفوار
واحنا نفسي افهم الشباب اللي فرحانه في خساره الجزاء دي فرحانه ليه، اللي هو حلو جو العقد ان انت تبقى غرام من ناجح فتفرح انها بقى فاشل زيك، اللي هو يا ربيت ام العقد اللي عندنا دي. بس والله هذا هو عالمنا العربي الجميل، مهما عملنا فيه هيفضل طول عمره كده، ناس بتغير من الناس لان هي ناجحه، وناس ناجحه شايفه ان هي الناس كلها غايره منها. بس مع الاسف الشديد كلنا زعلنا على خساره المنتخب الجزائري النهارده، لان خساره المنتخب الجزائري خسرتنا مرشح قوي جدا للبطوله. بالنسبه لنا احنا ككره كان نفسنا المنتخب الجزائري يقدم كره جميله، بس من اول البطوله دي قلت لك الجزائر مش هتقدم كره جميله، لا هي ولا المغرب ولا المنتخبات اللي عندها محترفين كتير، لان الفيفا دمرنا، الفيفا دمرنا. هرجع اقول تاني وتالت ورابع، موضوع الاسبوع اللي قبل الانضمام للمنتخبات ده كان موضوع مبالغ فيه، نص موسم اللعيبه مش جاهزه، اللعيبه مش حاضره، سوء حظ غير طبيعي، ارضيات ملاعب سيئه، بطوله للنسيان حرفيا بالنسبه لنا احنا كلنا. هارد لك للاخوه الجزائريين على المباراه الكارثيه دي، هارد لك، ما اقدرش اقول فضيحه لان قامت البطوله حاليا هي اللي فضيحه، خساره الجزائر مش فضيحه، قامت البطوله هي اللي فضيحه. ما ينفعش اقول على منتخب لعب 35 مباراه بلا هزيمه وجي خسر ماتشين ورا بعض ان هو منتخب فاشل، ده انا اللي فاشل لو قلت الكلام ده. وانا الحمد لله بحاول ما اكونش فاشل وبحاول ما اكونش شمات، لان الشمتان بيجي عليه يوم وبيطلع خسران. ونتمنى ان الناس اللي فرحانه في خساره المنتخب الجزائري تعرف ان احنا في بطوله وفي كوره ودواره، والله جلد منفوخ دوار، يوم ليك ويوم عليك، ربنا يستر. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فانا اتكلمت على موضوع جمال بالماضي وان الراجل بدا غلط في فيديو قصير كده ما بين الشوطين، لان انا لو طلعت قلت بعد مباراه جمال بالماضي بدا غلط فانا هتنفخ حرفيا في الكومنتات. فبقول كده في نهايه الفيديو علشان يعني لو الناس كملت معايا نهايه الفيديو، فانا عملت فيديو ما بين الشوطين كنت بقول يا رب النتيجه هتقفل على كده، لان منتخب الجزائر بعد الهدف الاول مش هيرجع في النتيجه. هارد لك وبطوله المثال للاخوه الجزائريين، واتمنى ان احنا نلاقي الجزائر في كاس العالم قطر 2022 علشان الناس في الجزائر تنسى اللي حصل ده، ونتمنى عدم التسرع في الكلام على مسيره جمال بالماضي والمنتخب الجزائري، نتمنى.